السلام عليكم. إعلام الكبرانة يهاجم لائحة وليد القرقي ويستهزئون بالمنتخب الوطني. بعضهم ذهب إلى حد قال بأن في حالة التقاء المنتخب الوطني المغربي والتقاء الجزائري سيفوز المنتخب الجزائري على المنتخب المغربي 8-0. استهزاء الجزائر بكل ما هو مغربي. عقدة الكبرانة وحكامهم وإعلامهم هي المملكة المغربية. تماطون دائما في الاستهزاء بنا، لكن يبقى المغرب أولا ولا غالب على الله، وعاش المغرب ولا عاش من خانه. يبقى المغرب هو الأصل وباقي تقليد. يعلم الله كم أحبك يا وطني، يعلم الله كم أدافع عنك يا هذا الوطن. لا تحرمنا من الإعجاب ومتابعة الحساب، نديروا لي التفليت، نطلع الصفحة تكبر مزيان، نكبروا العائلة، عائلتنا كعائلة الوداد، كعائلة كل المغاربة، عائلة المغاربة جميعا. فإعلامهم، وأنا أتابع بحسرة فيديو أرسله لي أحد الأصدقاء، إعلامهم يتهجم على المنتخب الوطني، يتهجم على لائحة وليد القرقي، يستهزئون باللاعبين المغاربة، يحاولون وضع يمكن أن يقال مقارنة ما بين المنتخبين. الميدان هو الذي سيقول من هو الأجدر ومن هو الأحسن. لا مجال للمقارنة بين منتخب يحتل المرتبة 13 ومنتخب وصل إلى نصف النهائي من كأس العالم بقطر، ومنتخب لا زال ينتظر الحكم قصمة من أجل إعادة مقابلة الكاميرون، وجمهور وجزائر ومنتخبها لا زال ينامون على هدف إكامبي القاتل. وين الكورة؟ هات الصورة. الكل يتذكر في الجزائر، وتذكرتم كذلك في الجزائر عندما قال البعض كأس إفريقيا في الجيب وكأس العالم في الجيب. شوف، نحن فريق مغربي حقق أرقام، فريق منتخب مغربي غادي مزيان، غادي بتسلسل. نتمنى الفوز وأن يكون عندنا الحظ ديال بعض المنتخبات، يكون عندنا الحظ كذلك من أجل الذهاب إلى أبعد الحدود في كأس إفريقيا. احنا ما غاديش نقول لكم غنفوزوا عليكم 8-0، ولكن إلا فقيناكم غادي نفوزوا عليكم 1-0 ولا 2-1، وأنا نرسلكم ونردكم إلى قصر المولادية للبكاء في الشيراتون. إلى التقينا معكم سنذكركم بأهداف إكامبي، وإلى قبل ما نلتقي معكم سنذكركم بأن المنتخب الوطني أقصى المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة من الذهاب إلى كأس العالم اللي كانت انضمت في أندونيسيا. كأس العالم لأقل من 17 سنة للتذكير فقط، في المنتخب الوطني أقصى المنتخب الجزائري ب3-0. بطولة كأس العالم، وحنا غادي بيناتنا الأيام وبيناتنا البطولة. نتمنى أننا نلقاوكم في مقابلة حاسمة ونقصيكم ونردكم للديار. ما استهزئوش منكم، ولكن نتمنى أن المنتخب الوطني يكون في نهاره ويكون بالحظوظ دياله، ويكون محيد عليه النحس ديال إفريقيا، ويكون عندنا الزهر اللي كيهرس الحجر، ونفوز عليكم. ونذكركم بأن إكامبي والجزائر لا زال يتذكرون هزيمة الكاميرون، ولا زال يتمنون إعادة المباراة من أجل الذهاب إلى كأس العالم في قطر. واش الإعلام الكبرانة والإعلام ديال الجزائر ميكنا عليكم بعض الأيام، خليناكم عطيناكم اتساع، ولكن واش همكم الوحيد؟ همكم الوحيد هو من بعد القجا ولا المنتخب الوطني؟ لائحة وليد القرقي الذين المغاربة، جميع المغاربة يتفقون مع لائحة وليد القرقي بدون استثناء، كل المغاربة بدون استثناء. داكشي اللي دار وليد هو أهل المنتخب ديالنا، الفريق ديالنا، المدرب ديالنا، رئيس الجامعة الملكية فوزي القشع، يا معذب الكبرنا ويا معذب الجزائر، يا فوزي القشع يا معذبهم، فوزي القشع يا مقلب الكبرنا، فوزي القشع معذب الإعلام الكرغولي ببلاد هوكستان، ببلاد كبرانستان، ببلاد طابوريستان. كيبقى المغرب هو الأصل والباقي تقليد، كيبقى نحن وراء المنتخب الوطني، نحن وراء المغرب، نحن وراء المغاربة، تحت شعار خالد الله الوطن الملك. داخل المملكة المغربية وخارج المملكة المغربية أينما كنتم تتابعوننا، أعلموا بأننا كنبغيكم بزاف، والمغرب هو كل شيء، وديما مغرب، وديما مغرب، وعاش الملك، وعاش الملك، وعاش الملك، الله الوطن الملك. خليتكم على خير، بالسلام عليكم.